بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن موضوع كيف نعلم أبناءنا وأطفالنا وشبابنا سيرة أعظم رجل في الوجود، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا هذا الموضوع؟ أولا، لأننا ما زلنا في ربيع الأول، ربيع الأنوار، واحتفالات المسلمين بمولده صلى الله عليه وسلم تستمر طيلة هذا الشهر، وطريقة الاحتفال إنما تكون بالتذكير بسيرته العطرة وبصفحات مشرقة من حياته ليكون لنا قدوة. فنحن مطالبين جميعا أن نتعرف عن شخصية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يكفي أن العبد المؤمن إذا وقع في قبره سأله ملك الموت عن أسئلة ثلاثة، يقول له: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ربي وربك الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما قولك في الذي بعث فيكم؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تسأل عن ماذا تعرف عن محمد؟ لهذا نحن في أمس الحاجة أن نتعرف عن شخصية هذا النبي الكريم. هذا أولا، أن الفترة هي متزامنة مع الاحتفالات بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وثانيا، لأن أبناءنا وشبابنا وأطفالنا في أمس الحاجة لمعرفة سيرة هذا النبي الكريم. نحن لما كنا صغار كنا محظوظين، عشنا في جو رأينا المساجد ممتلئة بالعلماء والدعاة والفقهاء والمحدثين، وعلمونا ونحن صغار السيرة النبوية الشريفة العطرة، وتشربنا معانيها، ولله الحمد والمنة رأينا أثرها الطيب في حياتنا. اليوم نلاحظ بأن أبناءنا وشبابنا وأطفالنا يعيشون في الغربة. ويكفي أن نذكر هذا الحدث الذي وقع قبل يومين أو ثلاث أيام، وقع في شمال المغرب في سبتة، ما يسمى بالهجرة الجماعية لليافعين. هذا حدث خطير، هذا حدث مدبر له. المئات بل الآلاف من أبنائنا خرجوا من ديارهم من مختلف المدن المغربية والأقاليم والقرى والمداشر، وحددوا لهم موعدا 15 شتنبر، والمكان هو مدينة الفنادق، ليتجهوا نحو سبتة ويهاجروا هجرة جماعية إلى الضفة الأخرى المسماة بالفردوس المفقود. هذا حدث مروع، وقد ترك جدالا كبير سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مليئة كثيرا بالقيل والقال حول أسباب ودوافع هذه الهجرة، ومن يكون خلفها ومن يدبرها، حتى وصل إلى البرلمان وتمت مساءلة السيد وزير الداخلية من طرف الفريق الاشتراكي وغيره. والعالم ينظر إلينا، قنوات فضائية عالمية في المشرق والمغرب تتحدث عن هجرة جماعية للمئات بل الآلاف من الأطفال المغاربة يهاجرون، يفرون من بلادهم. وأكيد أن المسألة ليست بهذه البساطة، الأمر مدبر بليل. لماذا هذا التوقيت بالضبط؟ ولماذا اختيار هذه الفئة من أبناء الوطن؟ هؤلاء صغار لم يكتمل بعد النضج السياسي ولا العقلي ولا الفكري ولا النفسي لديهم، لا زالوا صفحة بيضاء. الذي شحنهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كان يهدف إلى أشياء معينة. هو يعلم هذه الجيل نشأ معه الهاتف النقال، كل طفل عنده 14 سنة
أو شاب عنده 18 إلى 22 سنة كلهم عندهم هواتف نقالة وعندهم مواقع في التواصل الاجتماعي ويتلقون الرسائل. يعلمون هؤلاء هما قادرين على أن يستجيبوا لأي دعوة معسولة ممكن أن تلعب بعقولهم. والذين دبروا هذه القضية استغلوا قانونا في إسبانيا مفاده أن اليافع إذا هاجر إليهم في أوروبا لا يعيدونه، ماشي بحال الحراقة اللي هو كبير السن، إلا كان هو فايت السن القانوني وهاجر وتم ضبطه من طرف رجال الأمن فإنه يعاد به إلى وطنه يرجع، ولكن إذا كان صبي أو كان يافع يبقى هناك، القانون يسمح له بذلك. استغلوا هذه الثغرة القانونية، ولكن الهدف الكبير ما هو؟ وأن هناك منظمات في أوروبا تنادي بتشجيع ما يسمى بالشذوذ الجنسي والعلاقات المثلية، وهذه الفكرة أرادوا أن ينشروها، والعالم الإسلامي كله مستهدف والمغرب على وجه الخصوص. فأغروا أبناءنا وفلدت أكبادنا لكي يأتوا إلى الضفة الأخرى إلى الفردوس المفقود حتى يتم استغلالهم في مثل هذه الممارسات المشينة والخبيثة والعياذ بالله. لكن الحمد لله المقاربة الأمنية قامت بدورها، ورأينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف رجال الأمن يمنعونهم باللطف وبالكلمة الطيبة ثم يضطرون لاستعمال شيء من الشدة للردع والعودة، ورأينا انعكاسات ذلك في النقاش السياسي. المهم نحن ماذا نريد أن نفعل في موضوعنا هذا؟ نقول بأن الأسباب هي كثيرة جدا، الأسباب يقول بأن هناك مستقبل مظلم، من قال هذا؟ المغرب يسير في الطريق الصحيح، المغرب عنده أوراش كبرى، المغرب والحمد لله يسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل باسم، والبطالة أو غلاء المعيشة هذه ظواهر في كل المجتمعات ويمكن أن نتحداها. بماذا نتحداها؟ بالعمل والمزيد من العمل، لا أحد يمنعك من العمل. نحن أذكر لما كنا صغار في فترتنا كنا باقي مازال في سن يافعين مثل سنهم، كانت الوضعية أكثر شدة من التي هي الآن. حتى أذكر سمعت الملك البلاد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه خطب في البرلمان، وماذا قال؟ قال إن المغرب مهدد بالسكتة القلبية. ومع كل هذا أذكر أن أبناء جيلنا ركزوا على العلم وركزوا على التعليم وركزوا على العمل، والآن أنا جميع تقريبا معظم من كانوا في جناة ألتقي بهم كلهم الحمد لله صاروا الآن في وضعية حسنة، اشتغلوا في دوائر حكومية، منهم من اشتغل في القطاع الخاص، منهم من استعمل التجارة، منهم حتى درس وهاجر إلى الوطن العربي أو إلى الضفة الغربية في وضعية حسنة. فكان الغرض هو العمل والعلم وليس الهجرة. الهجرة لن تقبل الإنسان الفاشل، إذا ذهبت إلى هناك إلى الضفة الغربية ولم تكن مزودا بشهادة علمية ولم تكن مزودا بحرفة مهنية ولم تكن لك كامل الأوصاف والمؤهلات فإنك لن تجد مكانا هناك. الناس هناك يتقدمون لمدى لأنهم يعملون بالليل والنهار، يستيقظون مبكرا ويعملون بجد لكي يكسبوا ووصلوا إلى النجاح. أما الإنسان ينام حتى تشرق الشمس ثم يبدأ في نقد ما حوله ولا يريد أن يعمل ودائما يتتهاب ودائما يسب ويشتم، هذا ماذا سيعطي للوطن؟ أذكر بأن من أكبر رؤساء أمريكا جون كينيدي الذي تم اغتياله كان أول ما بدأ في ظل الأزمة عانى منها كان يقول للشباب لا تفكر ماذا سيعطيك الوطن بل قل ماذا سوف أعطي أنا للوطن حتى نتقدم إلى الأمام. وفعلا في زمنه تقدمت أمريكا خطوات إلى الأمام. نحن الآن نردد نفس الكلام ونقول نحن لا ننتظر من الوطن أن يعطينا بل إننا مستعدون أن نعطي نحن للوطن. بماذا؟ بما درست من علم، كل العلوم مفيدة، كل العلوم مفيدة، تقرأ الميكانيكا، تقرأ الحرف المهنية، تقرأ الطب، الهندسة، تقرأ الأدب، الشعر، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الرياضيات، كل العلوم اللي هو لا ينفع هو لا شيء، هو الذي ما عنده لا حرفة
ولا دراسة ولا أي شيء. والمشكل أننا نفتقد إلى القدوة. لهذا ونحن نحتفي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نتحدث عن قدوتنا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة يعني قدوة حسنة. ونحن نريد أن نعلم أطفالنا وشبابنا واليافعين من أبنائنا، نريد أن نعلمهم سيرة هذا النبي المصطفى، ونستخلص منها مراكز القوة التي تدفع بنا إلى الأمام. فهذا النبي هو رجل ليس كسائر الرجال، بشر ليس كبقية البشر، هو مثل الذر مثل الحجر. ندرس سيرة رجل ربنا سبحانه وتعالى شهد له بالأخلاق الكريمة، فقال له سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى في سمائه وعليائه قال لهذا النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. وحياته منذ طفولته مرورا بالمراهقة، مرورا بشبابه، مرورا بعمله وكدحه، إلى أن بعثه الله بالرسالة، إلى أن بلغ مضمون الرسالة، إلى أن التقى بالرفيق الأعلى، كل حياته هذه كانت طيبة ناجحة، حتى إن الله تعالى أقسم بها، قال: لعمرك إنهم لعمرك، يعني وحياتك، أقسم الله بحياته. ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على هذا النبي، من شدة أنه كان ينجح في الابتلاءات وينجح في الشدائد، وكان يصبر ويحتسب ويقاوم ويعمل، رغم أنه كان نبي. جاءه جبريل قال: إن الله تعالى يخيرك ما بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فقال: بلغ ربي أنني أريد أن أكون عبدا نبيا. فنزل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية بالنسبة إليه خير له من أي مقام آخر. قال: أريد أن أكون عبدا نبيا، لا أن أكون ملكا نبيا. حتى قال له جبريل: ربك يستأذنك، هل يجعل لك جبال مكة وتهامة ذهبا وفضة تنفق كما تشاء؟ قال: لا، أريد أن أشبع يوما فأشكر، وأريد أن أجوع يوما فأصبر. هكذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنها سيرة رجل هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. هذا الرجل سوف أول البشر الذين سوف تنشق عنهم الأرض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حامل اللواء المحمود، يعرف بأنه يرفع اللواء المحمود، وهو صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الله تعالى سوف يأخذ به لما تشتد به الأزمات، سيعطيه رحلة سياحية كونية فيما يسمى بواقعة الإسراء والمعراج، ويرى بأم عينيه وليس بقلبه أو بخياله أو في رؤية منامية، بالحق وبالبصر سيرى ملكوت الله، يرى الجنة ويرى النار ويرى كل شيء. لماذا؟ لأنه صبر واحتسب وأثبت أنه على قدر المسؤولية. هو صلى الله عليه وسلم سيعطيه يوم القيامة الشفاعة، يشفع لأمته، وهو الذي سوف يعطيه الحوض، من عطش يشرب من حوضه لا يضمأ بعده أبدا، وهو الذي يؤذن له فيفتح باب الجنة. سيدنا النبي كان كريم وكان رفيع المقام. تعالوا بنا نتحدث عن محطات مشرقة من حياته ليتخذه أبناءنا قدوة، نحن محتاجين إلى النموذج والقدوة نقتدي به. أول شيء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ماذا قال فيه؟ قال: يا محمد لقد كنت يتيم فآويناك، وكنت ضال فهديناك، وكنت عائل فأغنيناك. ربنا قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. سيدنا النبي عانى الكثير، رغم أنه ينتمي إلى أسرة كريمة، إلى أسرة عظيمة في زمانه، أسرة قريش، وكان ينتمي إلى بيت آل هاشم، ونسبه ممتد إلى إسماعيل عليه السلام، إلى إبراهيم عليهما السلام، يعني هو
في دمه عروق الأنبياء والمرسلين، يمتد إلى إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما السلام. ورغم ذلك، رغم كل هذا، كان يقول يا فاطمة، يخاطب ابنته فاطمة، يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، رغم أنه آل البيت يقول لهم إني لا أغني عليك من الله شيئا، من أبطأ به عمله لم يتقدم به نسبه، من أبطأ به عمله لم يتقدم به نسبه، لم يستغل الفرصة ويقول أنا من أشراف مكة وأنا لي الحظوة وأنا عندي المقام الأعلى وأنا ينبغي، بالعكس كان يقول بأنه ابن امرأة كانت تعقل القديد، وكان يقول إنما خرجت من السبيلين، يعني من صلب أبيه إلى صلب أمه. ومرة لما سرقت امرأة خثعمية فأرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ حديث طويل، قال فيه والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، يعني كان يعترف بالمساواة وبالعدالة الاجتماعية، الناس كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود، إلا بالتقوى. التقوى ها هنا، وكان يشير إلى قلبه، القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. هو صلى الله عليه وسلم يستحضر قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا النبي كان يربي أتباعه على أن يربوا قلوبهم، الأجساد فانية والأعمار في الدنيا قصيرة وهي ممتدة إلى الآخرة، كان يربيهم على هذا الأمر، واستطاع أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور. استطاع هذا النبي الكريم بأبسط الأشياء ما يسمى بالانبطاق الإسلامي أو الإخراج، سماه الله تعالى الإخراج، لما قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع سورة إبراهيم، قال ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك، يعني مصدر القوة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب، القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتخرج الناس، الإخراج، تخرج الناس، تخرجهم. فيسمى هذا عند مفكري الإسلام مثل سيد قطب في ظلال القرآن وغيره من المفكرين، كانوا يقولون هذا يسمى الإخراج. أمة كانت ضعيفة وكانت متشردمة متفرقة وكانت فقيرة ولا قيمة لها، استطاع في غضون ربع قرن 25 سنة أنها يجعلها أعظم أمة في زمانها، وأنها أقامت فتوحات في المشرق والمغرب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل إلى نور العلم والفهم، إلى صراط العزيز الحميد، صراط الله تعالى. هذا النبي الكريم ربما إذا رأينا حياته سوف نخجل من أنفسنا، نحن حياتنا الطفولية كانت سعيدة وكانت رغيدة وكانت ماتعة ممتعة، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد حرم من أبسط الأشياء. أول شيء حرم منه، حرم من أبيه، والده بعد أن حبلت به أمه وهو لازال جنين في بطنها توفي أبوه، جاءت الملائكة فقبضت روحه عبد الله، والملائكة حزنت، قالت يا ربنا هذا والد نبيك وصفيك سوف يصير فقيرا ويتيما، فكان الله تعالى يقول أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. ثم بعد ذلك سوف يبقى مع أمه في غضون 4 سنوات ونصف، ثم تتوفى الأم أيضا، ويأمر الله الملائكة بقبض روحها، فتقول الملائكة يا ربنا هذا نبيك وصفيك وخليلك سوف يصير يتيما وفقيرا من أمه وأبيه، فكان ربنا عز وجل يقول أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. لماذا؟ لأن الله تعالى أراده أن يعتمد على نفسه وأن يتوكل على ربه، الله عز وجل أراد أن يكون هذا النبي شخصية قوية قادرة على مجابهة الحياة. لهذا قال ألم يجدك يتيما فأهوى، كان يأويه مرة عند جده عبد المطلب، ثم بعد سنتين يتوفى الجد،
ثم يأخذه عمه أبو طالب وقد كثر عياله وقل ماله، وعاش النبي شظف العيش، عاش الفقر المدقع. وخرج مبكرا للعمل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، لم ينتظم لا في مدرسة ولا في معهد ولا في كتاب، لم يكن في زمن شيء. التعليم كان لأبناء الأغنياء الحضوة في تلك الفترة. كانت هناك مدارس، كانت هناك معاهد، ولكن لا يدخلها إلا أبناء الأثرياء. أما سيدنا النبي فكان فقير لا يجد حتى لقمة العيش، فكان أول عمل سيقوم به هو أنه سوف يرعى الغنم. أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو رعي الغنم. وقد سئل: يا رسول الله، هل كنت ترعى الغنم؟ قال: أي نعم، رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط. قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقيل له: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان يخبر بأن جميع الأنبياء وجميع المرسلين كلهم رعوا الغنم، كل الأنبياء. الأنبياء كلهم كانوا فقراء، نادر أن تجد النبي غني باستثناء سيدنا سليمان. أبوه داود صار ملكا، ولكن قبل ذلك كان صياد يصيد الطيور، ولكن تحول في لحظة إلى ملك لما دخل في الصراع وانتصر بمقلاعه، ووعده ذلك الملك إن انتصر أنه يزوج ابنته ويتوجه ملكا بعده، فصار من راعي إلى ملك سيدنا داود عليه السلام. وصار ابنه سليمان ملكا. باستثناء هؤلاء كل الأنبياء كانوا فقراء وكانوا مساكين وكانوا يرعون الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. حتى سيدنا موسى عليه السلام كما نقرأ جميعا في كتاب الله تعالى، لما جاء الحق عز وجل وأراد أن يكلم نبي الله موسى، ماذا قال له؟ قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الشاهد عندنا أن سيدنا موسى عليه السلام نبي اليهود كيف كان يرعى الغنم، ولما خاطبه الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ لم يقل له عصاي، لأنه في مقام الشهود يتكلم مع رب العالمين، فصار يكثر الكلام. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي يعني كان راعيا للغنم، وقد رعى الغنم لسيدنا شعيب 10 سنوات مقابل زواجه من ابنته. ولكن سيدنا النبي كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على 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 دراهم معدودات، مال قليل. القراريط هو المال القليل. والله تعالى أراده بهذا العمل، لأن ليس عيبا أن ترعى الغنم، بالعكس رعي الغنم فيه فوائد كثيرة. أول شيء هو أن الراعي دوما يستيقظ مبكرا، يعلمك أنك تستيقظ مبكرا، وكيقول اللي بغى الذهب مشري أو اللي بغى يفيق بكري، اللي بغى الذهب يفيق بكري. فكان راعي الغنم يجعله يستيقظ مبكرا، لأن رعاة الغنم لابد أن يخرجوا المواشي إلى المرعى، ويبقى منذ شروق الشمس إلى حدود غروبها، ويلاحظ بأن الغنم هي عجماء لا تتكلم، يلقى راسه في الخلاء أنه في الفضاء الكبير، والبهائم صامتة وهو وحده. ما الذي سوف يقع له؟ اللسان لا يتكلم. ما الذي سوف يقع؟ الفكر سوف يشتغل، التأمل. فكان يتأمل في شروق الشمس ودورانها إلى أن تغرب في الضفة الأخرى، ويرى هذا الكون الفسيح هو منظم وله ميقات محدد كالساعة، ويتساءل: من خلق هذا الوجود؟ من رفع السماء بغير عمد؟ من الذي جعل هذه الكواكب تدور؟ تمشي الشمس وكيرجع القمر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يتأمل هذا الملكوت وهو يرعى الغنم. ثم الغنم أيضا فيها الكبش الأملح القوي، وفي النعجاء الضعيفة، وقد يعتدي القوي على الضعيف، يتعلم كيف ينصف
الضالي من المظلوم. ثم كذلك هذا الغنم راعيها يأخذها إلى الأماكن التي فيها الرحمة حيث الكلاء والماء ويحميها من الذئاب، فيتعلم القيادة، فن القيادة وفن التسيير. فالله تعالى اختار له هذه المهنة، اشتغل فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لسنوات طوال، حتى إنه كان بعض الأحيان في مراهقته لما بلغ وسرى عنده سن الرجال، طبيعي الشباب المراهق ملي كيبلغ مبلغ الرجال وحتى الفتيات كيبلغوا مبلغ النساء يتسمى مرحلة البلوغ والرشد، اش كيوقع؟ كيوقع تغير فيزيولوجي، الصوت كيتغير، الملامح كتغير، الشعر ينبت في الإبطين وفي العانة، الرجل يخرج منه الماء والمرأة يخرج منها الدم. فهذه مبلغ الرجال والنساء، ولكن اللي ملاحظ أن هرمونات الشهوة تصير قوية في الجسد، فالإنسان يريد أن يطلق لها العنان. حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمانه لما بلغ هذا السن سمع في بعض المناسبات الناس يجتمعون والأعراس والملتقيات يغنون ويضربون بالدفوف والمزامير ويرقصون، فاشتاقت نفسه أن تذهب إلى هناك، كما قال أو كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما هممت من شيء من أمر الجاهلية إلا مرتين فقط، سمع الغناء والطرب فأراد أن يذهب إلى هناك ليستمتع. قال: فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس، المرة الأولى. ثم المرة الثانية أيضا اشتاقت نفسه فقال لصاحبه: ألا أبصرت لغنمي حتى أنزل مكة فأسمر كما يسمر الفتيان؟ قال: بلى. وهو في طريقه قال: ضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس. كان كيغيب عن الوجود الليل كله حتى يستيقظ صباحا وقد الشمس تلفحه، فيقول: ما الذي جرى؟ فلم يعد لشيء من ذلك، بقي على الطهر والاستقامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له طموح، بعد أن تعلم فن رعي الغنم واكتسب منه القوة واكتسب الفصاحة والبلاغة، لأن في البادية الناس يتعلمون الفصاحة والبلاغة، العرب من أعرب يعرب بمعنى أبان وأفصح، يتعلم الفصاحة، والأعراب يقول الشعر بتلقائية، الطبيعة تعلمهم ذلك. كما قال أحد الأعراب لما سئل: كيف تعلمت الشعر؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا. لهذا سيدنا النبي كان يقول: أنا أفصحكم، أنا أعربكم، وقد استرضعت في بني بكر بني سعد. فسيدنا النبي تعلم مهارات، تعلم رعي الغنم، تعلم اللغة، تعلم، رغم أن في زمانه لم يكن هناك لا مدارس ولا معاهد. ثم كان طموح فبدأ يفكر في أنه يتعلم ويمارس شيء آخر، وأعظم مهنة في زمانه هي التجارة، وكان ما يسمى بالتجارة الدولية لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كانوا يسافرون في الشمال في اتجاه الشام، وفي أيام البرد يسافرون في اتجاه اليمن في الجنوب. فسيدنا النبي سوف يمارس التجارة، وأول تجارة قام بها مع عمه كان يعينه، قال: سأساعدك على حمل البعير وحمل الأثقال، وكان يسير مع عمه وهو لازال يافعا يتعلم كيف يبيع ويشتري. لذا الشباب كنقول لهم: تعلموا التجارة، تعلموا التجارة ولا تتعلموا الإجارة، الأجير كيبقى دائما محدود، والتاجر كيعود مغامر ويقدر يبدأ من تجارة محلية إلى تجارة وطنية إلى تجارة جهوية إلى تجارة دولية. وكنعرف أصدقاء ديالي قراوا معايا اللي كانوا بقوا في الوظيفة راه بقوا موظفين بسطاء وقانعين، واللي مشاو لعالم التجارة دابا صاروا من الكبار الأثرياء، تجارة كتخليك أبعاد كبرى. فسيدنا النبي تعلم التجارة، وهنالك سوف يراه أحد الرهبان الراهب بحيرة يسمى جرجس. هذا الراهب يسمى راهبا نسطوريا، الاتجاه النسطوري عند المسيحيين. ما معنى النسطوري؟ هو الذي لا يؤمن بألوهية المسيح. هذا الاتيار بدا كيتلاشى حتى غبر، كانوا المسيحيين الأوائل لا يعتقدون بألوهية المسيح، يقولوا بأنه نبي مبارك ليس بإله، وكان عنده العلم بالتوراة وبالإنجيل من أهل الكتاب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمه لما نجح في التجارة قال لي: غنتهلا فيك،
غنشري لك واحد الثياب واحد القميص. فسيدنا النبي ملي بغى يلبس الثياب ازال الثياب اللي عنه وصار عريان، فاذا بالراهب يراه هكذا يلبس ثيابه فلقى فيه علامه النبوه، فقال له يا هذا ان ابنك هذا سيكون سيد العالمين، فيه علامات النبي المنتظر المذكوره في الكتب المقدسه في الانجيل والتوراه، قال لي احفظه احفظه من عيون الاخرين ومن مكائد الاخرين، راه حوله يطوفون حوله يؤذونه، فكان يخاف عليه. ثم سيدنا النبي لم يدخل الى بيته ويغلق، بل حاول انه يبقى دائما في التجاره وفي العمل، حتى اشتهر بانه امين امين وصادق. وهنالك سوف تراه امراه من الاثرياء، السيده خديجه بنت خويلد، سمعت بكراماته وبعمله وبجده، فطلبت منه انه يتاجر في مالها، عند المال كثير حطه في الدار، قالت لي خذه بالمضاربه بالربح، يعني تاجر فيه واللي ربحتي نقتسم. وهناك صار تاجر كبير سيدنا النبي، ولا تاجر كبير. ثم تزوجها فيما بعد وانجب منها 6 من الاولاد، 4 من البنات واثنين من الذكور. عاش مع امنا خديجه حياه طيبه مباركه. وبقي سيد النبي مكافح. حياته لم تكن هكذا لعبا ولا لهوا ولا نوما ولا عزلة، كان مشارك. أول مشاركة قوية شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة عسكرية، شارك في العسكر وكان عمره 15 سنة. أول عمل عسكري قام به ما هو؟ كان هناك الأشهر الحرم عند العرب محرمة، وخصوصا شهر رجب كان محرم، لكن بعض العرب اقتحموه وظلموا واعتدوا، وقامت حرب كبيرة ما بين قريش وقبيلة أخرى هي ضارية تعتدي على القوافل. فسيدنا النبي شارك في الحرب، كان عمره 15 سنة، وكان ينبل لأعمامه النبال، هو ما يمكن يكون في المقدمة، ولكن كان يعد النبال ويقدمها لأعمامه وعمره 15 سنة، باش تعرف القوة ديال الله تعالى يعده ليتدرب، لأنه عنده واحد المسؤولية عظيمة في المستقبل. ثم يشارك في واحد العمل كبير سياسي دبلوماسي، وهو لما سوف الكعبة المشرفة غادي يوقع عليها واحد الهدم بسبب الأمطار، وسوف تتصدع جدرانها ويتساقط الحجر الأسود اللي بغاو يعاودوا يبنيوه مرة ثانية. قالوا شكون اللي غيهز الحجر الأسود؟ وكانت القبائل سوف تتحارب فيما بينها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقولوا أول داخل له الحق أن يحمل الحجر الأسود، فكان سيدنا النبي هو أول داخل، وجعل واحد الإزار وخد كل زعيم قبيلة يأخذ من جانب الإزار، ووضع بنفسه الحجر الأسود في مكانه، وانتهى الحرب. كان هناك اقتتال بين رؤساء القبائل، حتى إن أمريكية في الكونغرس الأمريكي هذه الواقعة كتسمى ديال الحجر الأسود وبنائه، قال محمد يستطيع أن يحقن دماء العالم وهو يحسو في جنة قهوة. الناس غيتحاربوا، كان هو ضد الحرب، كان عنده القدرة على أنه يحقن الدماء ويدير المحبة والمودة بين الناس، بل حضر فيما يسمى بحلف الفضول. حلف الفضول عمل جمعوي، كان شو واحد من الأعراب جا لمكة وعنده بعض الأمتعة، وتعرضوا لقطاع الطرق وظلم، وبدي يقول يا أيها الناس يا معشر العرب إني أظلم لا يمنع مني من ظلم، ولم يكن هناك لا جهاز أمني ولا جهاز عسكري يحمي، ما كانش، كانت القبيلة. فاتفقوا على أنهم يديروا واحد الحلف يسموه حلف الفضول. هذا الحلف هما يجتمعوا بحال جهاز أمني نظام الدولة، إلا شي واحد تم الاعتداء عليه هما كيدخلوا من أجل الحماية. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفا أحب إلي من حمر النعم. فحضره وشجع على العمل الجمعوي، العمل الذي فيه الإنصاف لمنع الظلم ولإقرار العدل. هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاح وكانت عمل وكانت جد. ونحن نحتاج لأنفسنا ولأبنائنا ولشبابنا أن نتعرف عن قدوة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سوف نفسح خطوطنا أحبابنا الكرام للتواصل معكم، وأن ذاك لكم أن تسألوا عن محطات مشرقة من حياة هذا النبي الكريم، وسوف نربطها بواقعنا وكيف تتحول إلى قوة لنا ولأبنائنا وبناتنا نحو الاستقامة والجد والكفاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة هذا النبي
وأن يكرمنا بمجالسته في جنات النعيم، إنه سميع قريب مجيب. أحبابنا الكرام، اللحظة حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الآذان ونقوم للصلاة ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، عدنا إليكم لنواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم في أسئلة وفي مداخلات نربط بين الدين والواقع، مشاكل الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، كل ما يتعلق بتقلبات الزمن نربطه بكتاب الله، بسنة رسول الله، بالسيرة العطرة لهذا النبي الكريم، بأخلاق الصلحاء عبر هذا الزمن الطويل الذي ميز عمر الأمة الإسلامية. نستفيد ونفيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبدأ أول مكالمة من إقليم القنيطرة، معنا للا زاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دارت الحاج لاباس عليه؟ الحمد لله الشريفة، الله يطول عمرك. كيف دارن الوليدات مولاه دار العائلة، كل شيء لخير؟ كل شيء بخير وعلى خير، بارك الله فيك. ربي يخليك، الله يعطيك صحتك، الله يسهل أمرك، الله ينورك يا ربي. اللهم آمين. الله يخليك تدير معنا، وهاد المكالمة اللي تتقبلنا يا ربي يعطيك صحتك، الله يفرحك. الله يطول عمرك لالا. في الحاجة أنا معك، عدي فقر الدم الحاد، وعدي الأعصاب، وعدي طعم فيت العينين، عدي 20,000 في الشهر. ودابا هذا لامو، ودابا هذه من شهر ربعة أنا نخلص 4,000 في الشهر. ملي هاد الأيام دابا قالك دير لي شي شهادة، مشيت للطبيب ديال الفلوس 6,000 ريال اللي خلص، والله 6,000 ريال. دابا 15 يوم أنا غادا جاية، في الآخر قالك لا ما مقبولاش. لا إله إلا الله، لا إله. ودابا هذه عدي دابا فقر الدم الحاد والاعصاب، عدي دابا دايما هذا مرض مزمن عدي. الله يشافيك لالا، الله يشافيك لالا زهيره. اول حاجه بعدا، ليس هناك مرض مزمن، كلمه مرض مزمن هذه كلمه خاطئه. الامراض كلها تشفى بامر الله وقدره الله وعزه الله. ركن امراض لي خطيره جدا، واحتار فيها الاطباء ووضعوا لها ادويه غاليه الثمن، وفيما بعد تبين بان هناك لوبيات عالميه في صناعة الدواء بغت الأمور تبقى هكذا، واكتشف الناس أدوية بسيطة جدا للعلاج، بل منهم من اكتشف بعض المواد الطبيعية اللي هي رخيصة جدا وعندها قوة فعالة في العلاج. فكلمة مرض مزمن خاطئة، غير موجودة حسب علمي وحسب معرفتي وحسب تجربتي. كنعرف واحد العدد ديال الناس كانوا كيقولوا عندهم أمراض مزمنة، وهداهم المولى عز وجل لبعض العلاجات الطبية البسيطة، وقد تكون أعشاب وقد تكون أدوية بثمن رخيص، وشوفوا وعفوا. ودابا الآن راهم بصحة وعافية جيدة، إن شاء الله ربي يشافيك ويعافيك. الفقر الدم وهذا كله ما تخافي عليها لالا، إن شاء الله غتشافي. لكن المشكل اللي كاين هذا مشكل اللي هو قانوني وتقني ديال لامو. هاد لامو هي درته الدولة الحماية الاجتماعية على أساس أن كل مواطن يكون عنده الكرامة والعزة. كنا كنلقاو المواطنين كيقلبوا شكون اللي يساعدهم في العلاج، وكان هذا مؤسف ومقلق. يعني بغينا المواطن يكون عزيز وكريم، اللي هو موظف واللي هو مستخدم وعنده الوريقات ديالو القانونيه يحظى بالتغطيه الصحيه، والمواطن البسيط كيبقى دائما يتردد من هنا وهناك. جات الفكره جميله ديال لامو، هي ان كل المواطنين الحمد لله يكون عندهم تغطيه صحيه شامله ويحظوا بالعلاج وتكون عندهم الكرامه. هذه الفكره، الفكره هي جميله، لكن في التطبيق ديالها وفي التنزيل ديالها فيها اختلالات كثيره. كنلتمسوا ان شاء الله تعالى وحنا عبر الهواء مباشره وكنتكلموا، كنتمنوا ان شاء الله المسؤولين في هذا البلد الامين ينتبهوا لها. هذا الشكوى ديالك راه ماشي غير عندك وحدك لالا زهرة، عند عدد كبير ديال الناس كيتشكاو، كيقولوا حنا فرحنا ملي لقينا هذه التجربه ديال لامو ديال التغطيه الصحيه، وسرعنا بالاشتراك
وادينا الواجب ديالنا، ولكن ملي كنجيو ناخذوا التعويضات او ملي كنبغيو نديروا العلاج كنلقاو عراقيل كثيره. فالمساله هي قانونيه وتقنيه. انا كنتمنى ان شاء الله تعالى الصوت ديالك يوصل للمسؤولين ويحرصوا على انهم يديروا بعض التعديلات في هذه القوانين باش يشعر الانسان بالعزه والكرامه. حنا تكلمنا في اول الحلقه هذا الحدث اللي وقع ديال الهجره الجماعيه ديال وليدات صغار، دري عنده 15 عام 16 عام وغادي مهاجر وغادي مغامر وكيشوف الموت قدامه. شنو هو الدافع اللي خلاه يدير هذا الامر؟ هو لم يكتب البعض نضجه ووعيه الفكري والسياسي والنفسي مازال، لان ربما كيسمع الام والاب ديالو كيتشكاو من غلاء المعيشه، كيتشكاو من الظروف الصعبه، كيتشكاو من الحياه اللي هي ولات قاسيه، فكيقول وانا شنبقى ندير هنا. فلهذا كنطالبوا ان شاء الله تعالى المسؤولين ديالنا، هذا الملف الاجتماعي هو ملف محمود، والفكره في حد ذاتها هي رفيعه وفيها انسانيه كبيره، ولكن التنزيل ديالها مازال خاصه واحد المجموعه ديال الاشياء اللي تكون فيها رحمه وفيها سعه على المواطنين. كنطلب الله تعالى للزهره الله يشافيك من عنده ويعافيك مولانا عز وجل، وكنطلب الله تعالى ان الصوت ديالك يتوصل لهاد المسؤولين باش يحاولوا ما امكن يعدلوا من القوانين المرتبطه بلامو، تكون فيها واحد السعه وفيها واحد الاريحيه حتى يكون جميع المواطنين اللي هم بسطاء يحظوا بالكرامه والعزه ديال المواطنه. حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله. نتحول من القنيطره الى اقليم الرشيديه، معنا الشريف ديالنا سي حميدو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عواش على مبروك سيدي، الله يطولنا عمرك وبارك الله فيك، الله يجازيك بخير وبشرك بالمطر اللي نزل. اييه الرشيديه الحمد لله فيها الامطار. انا كنت زرت هذه واحد ثلاث سنوات الجفاف. ست سنوات سيدي الكريم. اييه ثلاث سنوات كنت فيها، شفت هذيك الحاله ما شاء الله النخيل نشف والناس ما كيلقاوهم يشربوا، ولكن الحمد لله هذه الامطار ديال الخير رحمه الله. وهو الذي ينزل عليكم الغيث من ينزل عليكم الغيث من بعد، يعني ان شاء الله ما قنطوا الحمد لله الله سبحانه. احكي لي سي حميدو، احكي لنا اخويا بغينا نعرفوا منك. احنا هنا في الداخل في الدار البيضاء وما جاورها كنتابعوا هذا الشيء عبر وسائل الاعلام، ولكن انت ليس من راى كمن سمع، انت عشتي هذه الامطار ديال الخير، كيفاش استقبلوها الساكنه ديال المنطقه؟ سيدي الكريم الحمد لله على كل حال، بعد الحمد لله الله سبحانه كبير سبحانه، لان كيف قلت كنت تقول الله يجازيك بالخير، المغرب الحمد لله ارض الاولياء، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكيد. والارض اللي فيها بحال الاستاذ الدكتور سيدي الطيب استغفر الله الحمد لله استغفر الله، ما يخيبهاش الله. لان احنا خصوصا مثلا نشوف في الذكرى ديال المولد النبوي المساجد وسيدنا اللي قام ديك الليله والمساجد عندنا احنا حتى حنا ديك الليله الحمد لله، يعني قراءه القران والامداح النبويه والمغاربه الحمد لله محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما مشيت تيصلوا على النبي في الاعراس وفي الافراح وفي الاقراح هنا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما تيخطاناش. إن الله سبحانه تيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على هذا الحبيب الشفيع، اللهم صل عليه صلاة صلاة تليق بمقامه المحمود. يا رب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والكفاف والغنى عن الناس. يا رب. اللهم اجعل ألسنتنا يعني رطبة لذكرك، اللهم صل على هذا الحبيب الشفيع. اللي أخرج الأمة من الظلمة إلى النور، السراج المنير، النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب باش نكونوا في هذه الخيرات وفي هذه الأنوار وفي هذه، الله يجازيكم بالخير، الورثة ديالو هم العلماء، هم أنتم، أنتم هم عينينا، أنتم هم اللي تنورونا، الله يجازيكم بالخير. فإذا الحمد لله نرجعوا للغيث، أغاثنا الله، لان عرفتي البلاد مسكينه نشفات، كانت ديك العين ديال العين الزرقاء مسكي نشفات والغابه يعني تتشف
فنكون دايزين في الغابة، ولكن الله كبير سبحانه. الله سبحانه يعني ما عمرنا نقنطم واحد سيدي ربي، الله كبير، وساعة من ساعات الغني تتغني. الله يرحم الحسن الثاني اللي دار السدود، الحسن الداخل دابا قريب ان شاء الله يمتلي احنا اخيري، هذا في 60% تقريبا قريب ان شاء الله، ان شاء الله تعود المياه الى مجاريها. ويفرح الفلاح، لان المغرب هو الفلاحه، الا فرح الفلاح تيفرح كل شيء. فلهذا نرفع اكف الضراعه لله سبحانه وتعالى، له الشكر وله الحمد على هذه الخيرات. واللهم اجعل وطننا امنا امنا مطمئنا، وانصر سلطاننا يا رب. نرجعوا سيدي الكريم، بغيت نتكلم شويه على ديك الهجره اللي داروا هذوك الناس اللي يعني ربما مفتعله ولا كذا. نعم. تيقولوا الناس زمان قطران بلادي ولا عسل الناس ولا عسل البلدان. يا سيدي نعم سيدي الكريم، اذن هنا كاين اللي تيضخموا ديك سميتو اننا عندنا الحمد لله. شوف حنا ماشي نقولوا راه حنا يعني كل شيء سميتو، ولكن الحمد لله عندنا الامن والامان، وعندنا الخيرات، وعندنا الخير الحمد لله سميتو. ما يدخلوش للشباب ديالنا شي افكار يعني خارجيه، لان كما تعلم سيدي الكريم ومنكم تنستفدوا، كاين الناس المغرضين، كاينين دوك اللي الذين يركبون على الامواج، تيركبوا على داك شي سميتو، تيقول لك انا واخي على ابن عمي، وانا وابن عمي على اخي. حنا كمغاربه ما نعطيوش فرصه للاعداء الخارج ولا الاعداء اللي تربصنا بينا. اكيد. فلهذا يعني حنا الحمد لله عندنا الامان والاستقرار تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله. اذن هنا ما يدخلوا لنا شي افكار ديال سميتو. ما غاديش نقول لك احنا توتالمون عندنا كل شيء كذا، ولا ما خاصنا والو ولا كذا، ولكن ما نعطيوش فرصه لهذوك خصوم الوطن. نعم سيدي، لان الوطن قال لك الا مشات حكومه تجي حكومه، مشى برلمان تيجي برلمان، ولكن الوطن كيبقى. ما شاء الله الا مشى الوطن غادي نلقاو الوطن. وناخذوا عبره سيدي الكريم، شوف ناخذوا عبره من هاد الدول العربيه اللي تحركت لها الربيع العربي ولا كذا، فاش راه تتعيش دابا يعني في جحيم. فلهذا حنا الله يجازيك بالخير نكونوا كالجسد الواحد. والمغاربه الحمد لله ما عرفكش في الزلزال ديال الحوز، ان الحمد لله الله يجازيكم بالخير، يعني اعلاميين وناس واللي عنده واللي ما عندوش تضامنوا. مثل المؤمنين في توادي وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد. في إذن الأمة المغربية والشعب المغربي راه كجسد واحد، احنا جسد واحد. راه لما قالك الأسد يمرض لكن ما يموتش، المغرب الحمد لله راه ما يموتش، والمغرب الحمد لله تحت القيادة السامية احنا الحمد لله. قالك تيقول المثل الفرنسي بتي بابتي الوضع في الصوني، شوية بشوية احنا ماشيين. بشوية بشوية تنسميتو، ما غاديش نقول لك غادي نديروا كل شيء في خطرة وكذا، حتى احنا راه حنا ما نقولها لك انا الشكوى الله راه كذا كذا، ولكن كيف قلت لك غير ما نعطيوش فرصة احنا للأعداء وما نخليوش سميتو تيقول لك نضربك وما نخلي يضربك. احنا بيناتنا ماشي مشكل، ولكن نعطيو فرصة ويدخموا المسائل وكشفت وسائل الإعلام، وكاينين المتربصين تيتسناو غير ديك الفرصة. نحن الحمد لله بخير وعلى خير، ما خصنا خير، يا ربي لك الحمد. نحمد الله ونشكره ونكثروا في حميده ونكثروا في الحمد ديالو، ونكثروا في الصلاة على النبي. الصلاة على النبي، اللهم صل على الحبيب الشفيع الذي إذا كان إذا تكلم كفى، وإذا عهد وفى، وإذا صاحب صفى، وكتبت اسمه الشريف على أبواب الجنة وعلى ساقي العرش حروفا، وسميته أحمدا ومحمودا ومصطفى. فالحمد لله احنا الصلاة على النبي في المغرب الحمد لله كثيرة، وكل شيء تيصلي على النبي الكبير والصغير والقاري واللي ما قاريش، وسميتو الإعلام وهذا وكل شيء الحمد لله. فالله غادي نعطيك واحد الدعوة إن شاء الله باش تعاود تدعي معنا. سيدي الله يطولنا عمرك. اللهم امين. جزاك الله الف خير. الله يسخر لك في الوليدات ويجعل ذريه صالحه مصلحه عالمه عامله. اللهم امين بارك الله. اللهم نور قلبك كما تنورنا،
فإنك تنور المغاربة في الحقيقة. استغفر الله. الله ينور قلبك. بارك الله فيك. الله ينور طريقك. شكرا لك. الله ينور اللي تيتبع كل اللي تيسمع كلام كل المستمعين والمغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة. اللهم أمن أوطاننا وانصر سلطاننا. يا رب. اللهم إنا نسألك سؤال المنيبين الملحين وأنت تحب العبد الملحاح ونحن نلحف الطلب. اللهم فقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا نافعا غير ضار. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب. نسألك بالقرآن وبكل حرف من القرآن وبكل حرف من القرآن وبكل سورة من القرآن. اللهم إنا نسألك بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوة وبالزال ذكاء وبالراء رحمة وبالظاي زلفة وبالسين سناء وبالصاد صدقة وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرة وبالغين غناء وبالعين عناية وبالهاء هداية وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالهاء هداية وبالواو وصوة وبالإنقاء وبالياء يسرى. وصلى الله وسلم على سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. يا رب. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أمين. اللهم ثبت أقدامهم. يا رب. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم. يا رب. اللهم اربط على قلوبهم. يا رب. وانصرهم وانصر الإسلام والمسلمين. يا وانصر رب. صاحب الجلالة والسلام عليكم سيدي الكريم. بارك الله فيك. الله عمرك وبارك الله فيك ونسألك الدعاء. حفظك الله. حفظك سيس حميدو الرجل الفاضل. سي حميدو هو من إقليم الراشدية ونزل الراشدية كلهم معروفين بالفضل وفيهم مولي علي الشريف من مؤسسي الدولة المغربية. وسي حميدو هو معتكف على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وقراءة الكتب الصفراء الكتب الفقهية والحديثية القديمة. معتكف عايش في واحد العالم ديال النور وديال الهدايات. أسأل الله تعالى أن يجعلك من أوليائه الصادقين الخالصين المخلصين. والحمد لله فعلا كما بشرتنا السي حميدو هو أن إقليم الراشدية كان نموذج اللي كان كيعاني من الجفاف المدقع، يعني أن المياه ما بقاتش والأبار جفت والنخيل بدا كيموت والحريق مرة مرة كيطلع في بعض الغابات والناس ما لقاوش الماء الشروب. كان كل شيء كيشعر بأن هذه غتكون العطش اللي غادي يسود في كل مكان. احنا سمعنا الخطاب الملكي السامي في عيد العرش المجيد، الناس كانوا كينتظروا بأن صاحب الجلالة غيتكلم على الإنجازات اللي قام بها لمدة 25 سنة، ولكن صاحب الجلالة كان عمليا وذكر نقطتين أساسيتين وذكر من بينها نقطة الماء وقال أش خصنا نديروا، نقوموا بعملية تحلية المياه وندير واحد الجهود عملية. والكل أشاد بالخطاب الملكي لأنه عملي ولأنه مستقبلي ولأنه ماشي ديال الكلام ديال العمل. ولكن هذه الأمطار الأخيرة اللي شفناها عمت في الأماكن الجنوبية والحمد لله في منطقة الشمال ومازال جاية أمطار ديال الرحمة والخير. هذه على ماذا تنبئ؟ تنبئ على حنا في المغرب دوزنا 7 سنين ديال الجفاف، وكاين واحد الإشارة قرآنية بأن بعد 7 سنوات يأتي الغيث كما جاء في سورة يوسف لما كان ملك مصر رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات قال أنبئوني جمع الملك شكون اللي فسر لي هذا الحلم. حتى فسروا لي سيدنا يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبة، وفسر لي بأن غادي يكون الخير 7 سنين الأولى ثم غادي 7 سنين ثانية ديال الجفاف والعطش، وبعد 7 سنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. احنا كذلك في المغرب العزيز ديالنا دوزنا 7 سنين كانت شاقة، ورغم كل هذا صبرنا ورحمة الله كانت معنا، لكن الآن رحمة الله غتكون كثيرة. كيف قال السي حميدو الإقليم الراشدية احداهم سد عظيم سد الحسن الداخل، هذا راه عمر يعني فات 60% من العمورية ديالو، يعني بوحده هذه الكمية كافية أن إقليم الراشدية وما حولها ما عندوش مشكل الماء، يا من حيث الشروب والغسيل والفلاحة والسقي كله الحمد لله هذه النسبة جيدة. لذا كنترحموا على باني السدود الملك الراحل الحسن الثاني، نسأل الله تعالى أن يجعله في أعلى عليين. كان كما يقال زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون،
الجيل اللي كان مع الملك الراحل الحسن الثاني راه دار واحد المجهود كبير، خصنا نترحموا عليهم كاملين، الناس المسؤولين كلهم، رجالات الدوله واهل الخير، والدينا ووالديكم اجمعين، راه داروا واحد العمل جبار. حنا دابا الان نستثمر، وكنلقاو جاتنا بارده، لقينا الماء موجود والسدود موجوده، هم زرعوا فاكلنا، وحنا دابا الان علينا ان نزرع فياكلون. نفكروا لاولادنا ومستقبل الاحفاد ديالنا، نديروا لهم علاش يرجعوا، فالله يرحمهم جميعا رحمه واسعه. وكما قال السي حميدو، هذه الحادثه اللي وقعت الان ديال الحريق الجماعي ديال اليافعين وديال الشباب الصغار، يعني هذه حاله مفبركه، هذه حاله مفبركه، والغايه منها هي الاساءه الى المغرب. بغاو يعطوا الصوره اللي هي لا تسر بلادنا، وهذه غتخدم الاعداء والعياذ بالله. حنا الحمد لله بلادنا رغم الظروف الصعبه ورغم بعض المؤثرات، ولكن على العموم حنا نسير في الطريق الصحيح، حنا غاديين في الاوراش الكبرى، حنا غاديين خطوه خطوه. اللي كنبغي نقول للشباب ديالنا واليافعين هو العلم، العلم والقرايه. عندك هاتف نقال، انت راه بحالك بحال ابن الوزير، بحال ابن الغفير. الا عندك هاتف نقال مكونيكتي مع الاقمار الاصطناعيه، راك انت بحالك بحال ابن الوزير، بحال ابن الغفير، العالم كله بين يديك. لكن انت اش كتشوف في هذا الهاتف النقال؟ كاين اللي كيتبع غير امور تافهه او مواقع التواصل الاجتماعي، دردشات وغيرها، ولكن العقل كيقلب على مواقع كتعلمك كيف تصنع الثروه، كيف تبدع في العمل، كيف تكتسب مهاره، كيف تتواصل مع الاخرين، كيف تتعلم لغات، كيف تتاجر عن بعد. دابا الان راه ولات التجاره الالكترونيه، عوض ما دير حانوت في درب عمر ويدوزوا عليك 700 واحد يتقدم منك، راه ممكن دير محل على الانترنت، ما يسمى بالتجاره الالكترونيه، راه العالم كله يتسوق من عندك. وهذا الشيء تبارك الله، الشباب اللي كنعرفوا من عندهم 20 سنه 25 سنه صاروا من الاثرياء، مشاو في هذا الطريق، لان الطريق دابا الان هي الطريق ديال الثوره الرقميه. راه دازت ما يسمى بالثوره الفلاحيه قرون هذه، وجات من بعدها ما يسمى بالثورة الصناعية، ملي ولات المكننة ولات السيارات ولاو الآلات الفلاحية كيدوروا العجلات. دابا الآن تجاوزنا الثورة الفلاحية والثورة الصناعية، دابا الآن كاينة الثورة الرقمية. هذاك الهاتف النقال اللي كيعلمك غير أمور سيئة، أستغلوا، راه غتعلم منه الشيء الكثير، الشيء الكثير الكثير الكثير، في خير كبير وعظيم، ولكن حسن الاستغلال. وإن شاء الله نتكلموا في حلقات مقبلة كيف ممكن أن نستثمر وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع مفيدة، كيف نتعلم اللغات، نتعلم الكفايات، نتعلم المهارات، نتعلم حتى الدين. الدين عباد الله، واش الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كان في بلاد بخارى، جلس 16 سنة وهو يؤلف كتابه، دوز 40 عام كيحفظ وكيبحث، والنهار بغى يكتبه دوز 16 سنة وهو يؤلف، لما يكتب أي حديث كان يتوضأ ويغتسل ويصلي ركعتين، يقول سأكتب هذا الحديث عن رسول الله، يكتب ذاك الحديث 16 عام هو هكذا. ولا شي حد ما لقاش كيمشي يسافر لي للبلدة أخرى، كيمشي من العراق إلى الشام إلى فلسطين إلى مصر إلى تركستان باش يلقى ذاك الراوي، كيبقى شهرين ثلاث شهور. وحنا دابا الآن صحيح البخاري مثلا كدير إن كليك وكيطلع عندك البخاري كله بجميع نسخه وطبعاته وشروحه وكل مضامينه، هذه نعمة. كدير غير في المحرك البحث الاسم ديال صاحب الكتاب يطلع لك صاحب البخاري كله يعني مجلدات كثيرة كتقراها وتشوف الشروحات ديالها وتشوف الطبعات المختلفة وتشوف الفوائد اللي فيها، هذه نعمة. كان من قبل ما يسمى عند العلماء الرحلة في طلب الحديث، كنذكروا احنا باقي سنة أولى في الجامعة قرينا العلوم الإسلامية، كان من أول الدروس اللي قريناها الرحلة في طلب الحديث، يعني كيف ترحل من مكان إلى مكان باش تطلب الحديث. وكان كيحكيو لنا على دوك الناس اللي كانوا كيجيبوا الدابة، كيجيب البغل أو الحمار أو الحصان أو الناقة وكيسرجها وكيتهلى فيها وكيمشي يطلب الحديث وكيتنقل من مكان لمكان. والأستاذ حفزنا، أنا عن نفسي ديك الزمان شريت بيسيكلات وشريت واحد ساكادو ودرت فيه واحد تيرموس ديال القهوه ولا اتاي، وبقيت انا كندير الطريقه اللي كداروا العلماء الرحله في طلب الحديث، كتنقل من مكان لمكان، من المكتبه للمكتبه، من اي بلاصه فيها دائره المعارف،
كتمشي ليها. اليوم ما بقاش هادشي، اليوم انت جالس في الدار ديالك وعندك الحاسوب ولا عندك الهاتف نقال بسيط يسوى 1000 درهم، والعالم كله بين يديك، كل شيء اللي بغيتي تلقاه. ولكن العجز كنلقاو بان الشباب ديالنا كيقتلوا الوقت ديالهم في تفاهات، في كيقتلوا وقتهم في في مواقع اللي هي اما اباحيه ولا اما كتناول قضايا دنيويه ولكن تافهه لا مردوديه لها. وكتلقى هذاك الفضاء الازرق كيمرضوا، كيبقى سهران حتى 3 الصبح 4 الصبح، وملي كيفيق في الصبح الناس فاقوا مع 7، الفياقه بكري بالذهب مشري كيمشيو يقلبوا على رزقهم وما فاق حتى الظهر، وملي كيفاق كيفيق خاسر. اول ما كيبدا كيفتح مواقع التواصل الاجتماعي وكيبدا يفمي وما قال، كينتقد هذه الجهه وهذه الجهه وهذه الجهه، غير النقد اللاذع، هو فاق خاسر. يعني ماذا تنتظر منه؟ وليداتنا نعلمهم انهم يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء، يستغل فيها ما يفوتش ساعتين في النهار، وخصو دائما بعد صلاة العشاء يعني يتوقف من التعامل معها، لأن الفضاء الأزرق مضر بالصحة وبالعينين، وراه كيأثر على النمو السليم. راه الوليدات ما كيكبروش دغيا، وعندهم عيونهم كيتأثروا بسوء، ومن بعد راسو الدماغ ديالو الخلايا ديال الدماغ كتعب، ولا نعس كينعس هو مكهرب، وغادي يفيق في الصباح الباكر وغادي متعب. خاصو يدي من هادشي ننظموه، ربما ان شاء الله في حلقات مقبله نتكلموا عليه بالطريقه اللي قالوا فيها الخبراء اللي سبقونا في المهاره وفي الفن. واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع، ونطلب الله تعالى ايضا الحكومه ديالنا بهذا الحدث اللي وقع المؤسف ديال الهجره الجماعيه ديال الشباب، اننا ناكسليغيو يعني نديروا ميزاجور، نحاولوا ما امكن ناخذوا نفس جديد، نعرفوا المتطلبات ديال وليداتنا، نعرفوا كيفاش يفكر هذا الجيل، راه ما ساهلش، راه ذكي وعنده ما يكفي من الوعي. نفكروا لهم اننا نصبوا لهم التعليم، خاص التعليم يكون ممنهج ويكون مفيد، ويكون بعد التخرج يلقى فرصه ديال العمل، سوق العمل يكون مفتوح. نصلحوا الصحه، ملي مرض الانسان يلقى الدواء. هاد الوليدات كيتشكاو، كيقول لك انا ربا ولا امي مرضت ومشى للسبيطار وما لقاش بلاصتو، اش غنبقى ندير هنا؟ نحيدوا هاد الفكره كلها، نصلحوا قطاع الصحه، نصلحوا قطاع التشغيل. خويا راه كبر خد ليسونس وراه باقي عاطل، نفتحوا باب التشغيل. نصلحوا القضاء، كنقول لك كيقول لك راه واحد من عائلتي راه تم الاعتداء عليه، ولكن ملي شكا حتى واحد ما سمع ليه والقضاء ما كانش في صفه. نصلحوا القضاء، نحيدوا فيه الامور اللي هي يا مسيئه، وهكذا غنصلحوا بلادنا خطوه خطوه. وحنا مطالبين، راه ما عندنا لين، هذه سفينه نسير فيها جميعا حتى نصل الى بر الامان، وهذا واجب علينا قبل ان نودع. يوما ما سوف نودع، اذا لم نسال في الدنيا، الدنيا ممكن ما نسالوا فيها حتى واحد نقولوا علاقه حريه، ولكن في الاخره نسال. ربنا كيقول في القران العظيم: وقفوهم انهم مسؤولون. كل واحد فينا في الموقع ديالو مهما كان كبير او صغير، لابد انه هذه الايه يسمعها في الدار الاخيره بعد البعث والنشور. غادي يقول لك الله تعالى: وقف امامي، غتسمع النداء، فلان ابن فلان، يقول حاضر، قم للواحد الديان. فيقوم العبد حافي القدمين عاري الجسد، ما عنده لا محامي غير دافع عليه ولا نقيب ولا اي شيء، وحده ليس بينك وبين الله ترجمان. كتشوف الله امامك وكيتكلم معك، يقول لك انا بعثتك للدنيا، انت كنتي في الاخره في الجنه، بعثتك للدنيا، اش درتي في هذه الدنيا؟ اشنا هما المسؤوليات اللي قم بها وما قمتش بها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماذا فعلت؟ هل اجدت في العمل؟ هل اتقنت في العمل؟ كيسولك الله تعالى هكذا. الدنيا راه ممكن سلك وحتى واحد ما شافك وعندك القدره باش تراوغ وحتى حاجه ما تصيبك، ولكن الاخره راه كلشي الناس غادي يوقفوا بين يدي الله. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. وشنو المطلوب منا؟ مطلوب منا فقط غير الصدق، مطلوب منا الامانه، مطلوب منا اننا دائما نبدع، دائما نحاول ان نبحث عن الجديد ونحاول نصنع الخير، ما يسمى بصناع الحياه. صناع الحياة، من أراد أن يفوز بجنة في السماء عليه أن يساهم في خلق جنة فوق الأرض. كل واحد منا راه ميسر لما خلق له، في الموقع ديالك حاول تخلق
جنة فوق الأرض، وربي عز وجل غيضمن لك مقام عالي في جنة في السماء. أسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا وسائر أوطان المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وأن يهديهم الطريق المستقيم، وأسأل الله تعالى أن يلهم الحكومة ديالنا والمسؤولين ديال هذا البلد الأمين إلى المزيد من الحلول ومن البدائل التي تكون فيها المصلحة العامة للجميع، إنه سميع قريب مجيب. ونتحول إلى إقليم آخر من الرشيدية، غنمشيو إلى أين؟ إلى إقليم تفلت، معنا للا حنان. الله أكبر، انقطع الخط عن حنان من تفلت، كنا كنتمناو جاوبنا حنان. أخونا سامي عارف في الإخراج كيحاول ما أمكن يسترجع الرقم ديالها، هو يحاول، هناك أرقام كثيرة دائما على مستوى الأرقام، عندنا ستدي الأرقام في الإذاعة، وكنحاولوا ننوع، كناخذوا من كل جهة واحد المكالمة، مرة من الشمال، مرة من الجنوب، مرة من الشرق، مرة من الغرب، مرة من الوسط، نحاول أن نتجول على مختلف الأقاليم والمناطق المغربية، مرة في المدينة، مرة في القرية، وهكذا كنحاول ناخذ باش نسمعوا الناس، وفي نفس الوقت نافذة على المجتمع، نعرفوا المجتمع ديالنا اش وقع فيه مباشرة، والحمد لله ما كان إلا الخير 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 الخير. ونحن في ربيع الأنوار، ربيع الأول، ذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن تعم علينا البشرى، ودوما لا ننسى إخواننا في فلسطين وفي غزة، نسأل الله تعالى أن يقويهم، ونسأل الله أن يحفظهم ويرحم شهداءهم، وأن يحقن الدماء، وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين أجمعين، وينتقم من أعداء الدين، إنه سميع قريب مجيب. لازال أخونا سامي عارف كيحاول يجيب الرقم ديال أختنا حنان ملتيفلت، يحاول معها، ولكن يبدو أن الرقم ديالها كاين صعوبة تقنية. على أي غناخذوا شي رقم آخر جديد. كيقول لي بأن كاين بعض الأرقام يعني كيطلبوا غير دعاء، إن شاء الله نديروا الدعاء في الختام، الدعاء كلما كان جماعيا كان أنفع، بإذن الله في ختام الحلقة نديروا دعاء جماعي. وكان حبذا أننا نتناول بعض المواضيع المرتبطة بالمجتمع وبحقيقة المجتمع وبظروف المجتمع. غنتحولوا إلى الدار البيضاء، معنا للا حورية. السلام عليكم ورحمة الله. غنعتذر من حورية، كاين واحد السيد سبقها من الرباط، السي حسني، أخونا حسني من الرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وكرامة دكتور، كي داير بخير؟ مزيان، حياك الله سيدي، بارك الله فيكم. كلشي بخير دكتور، كلشي بخير الحمد لله، بارك الله فيك. يا مرحبا. اليوم لي عيد جديد، كنت تواصلت معك، وعيد مبارك سعيد، وذكرى مولد النبي سعيدة، بقينا بالصحة والعافية، ربي العالمين بالراحة والزيار يا رب، باليوم والبركة إن شاء الله بحول الله يا رب. دكتور بغيت نسولك على واحد السؤال محيرني بدماغي، كنقول لك كيف يمكننا نستعملوا مع النفس ديالنا ونحفظوها على طريق الاسلام، وما هو الاسلام في ظلم الانسان. بعض الناس كنشوفهم كيدعوا بالاسلام وما عندهمش معلومه خاصه، فكتبحث مثلا تيقول شي حديث او تيقول لك شي حاجه، فكتبحث في الحقيقه كتلقى داك الكلام تاعو كله خاطئ. نعم، من تكتبه هو خطأ، يمكن كيمكننا نحفظ النفس لنا الإسلام. نعم، هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الثاني، كان بغيت السلام أختي حنان من الوزان، وراك تذكرك الدائمة سكينة، إنها دبي حاليا راها مريضة بزاف بزاف بزاف. نعم، والمرض اللي مرضها هو الماء في الدار. الماء في الدار هو اللي مرضها، يعني خرجها من الماء ما عندهاش باش تعرف، إنسان مكفوف كيلقى نفس الحي ديالو هو هذاك هو الماء، هي ما عندهاش الماء في الدار، ورغم ذلك تصابت بمرض فقر الدم. بقود فقط ديال الماء وكثرة التعب ديال الماء، وداك بالدليل كنتم هاد الديجا الثقيل اللي كتستنى كان بعيد عنا، وهي كطلب شي محسن ربما يسدير لها السيستي ديالنا. حنا لو كل مجموعه نتاعنا كامل الضامن تيعطي 100 درهم، تيعطي 1000، تيعطي 500، واش نسوج السيستي ديالنا، ولكن معنا الضامن وشكون غادي يضمن معك؟ ما شاء الله. هي ما سولت حتى شحال كدير الثمن ديالها، وشحال كتصرف السيستي ديالنا كامله والطنقو ديالها والضمن، ولكن شكون غادي يضمن معك باش نديرو اختي حنا هاد الفخوه بس ديالنا هادي،
ويجيبوها للدار باش تبقى الحياة تاع الرسمية. إلا دابا هي بحال هجرة الدار ديالها، هجرة الدار تاعها على قلق على قبل الماء، يعني الماء ما مفرش عندها، راك عارف إذا ما كتشوفش وكتعتني ملي كطيح الشتا كتفرح كتقول لك كنعمر البرامج ديالي، كنعمر الأدوات ديالي، كنعمر داك البدوات ديالي، كنفرح. وخا كتشتغل منه كتفضل به، كتفيق به، كتوضا به، كدير بزاف الحوايج، ولكن بعد ما كيتقاد هذا كيف كتكون حنان ديك الساعة، هادوك تنفكروا فيها. لو كان غير كتشوف مثلا بصحة جيدة تقدر تغامر وتكادر وتتقي نتاعها، والمدير كأن ما كتشوفش كادي تتقي وتتقي بعيدة عليها باش تجيب باش تجيب داك المكان. أنا كنطلع فكرة بالنسبة للإخوان ديالها أو المجموعة اللي مجمعاهم اللي بغا يتضامن معاها، نديروا واحد السيد ربما يكون آمين ونحطوا عنده واحد البركة ونزفروا لديك السيتيرنا كامل نشريوا له واحد الطولة باش ما تبقاش معاناة الماء. إن شاء الله إن شاء الله السي حسني بإذن الله فكرة طيبة. ولنا رقيه من الفاس من الوزان بعد الشرفه كتزوق الدعامه بزاف، وراه كثر هو درت خدمه في خط عند الوزان كتاع ما قبلش الخط، وربما لك الاستماع تنقول لك تقول لها رقينا بلغت السلام ديالك للحاج قريبان وبلغتو بان بغيت دعامك، والله حنا كنا في قريبان وشكرا بزاف. والمشكل بغيت نهضر لك عليه هو في دقيق دقيق كيف نديرو الخدمه في الاسلام. وواحد السؤال صغير هو دكتور الانسان اللي غيمشي اول خطا العمره بالنسبه للمراه او الرجل، شنو هو اللوازم الخاصه اللي يمكن يديرها من بعد خروجه من الدار الى المطار ومن المطار الى الطائره ومن الطائره الى المكان اللي يمشي يدي فيه العمره، لا بالنسبه للباس ديالو ولا بالنسبه للتقاليد الرسميه نتاع العمره. هنا يمكن لك تدخل دكتور كيف يمكن انت نفهمه. الانسان الاول خاصه غادي يمشي ما عندوش معلومه، ولكن انت جزاك الله خير واحد المتعه كبيره كبيره بزاف يقول لك نستفيد من القضيه هذه. لقد كاين شي اخوان بغاو يمشيو للعمره ولكن ما عارفينش الطريقه باش يخرجوا، الطريقه كيف يخرجوا من الدار من ناحيه اللباس الابيض او متلون او ما يكونش لباس متشابه مثلا تيكون اتيري مثلا مشبول او ما يكونش لباس مزير. شنو هو اللباس يمكن نخرجوا به من الدار الى المطار ومن المطار الى الطائره ومن الطائره الى واش يمكن دير فايده في الطائره وتكون في الطائره الفوق او دير شي حاجه من الفايده ديال العمره او شنو يمكن نديرو. واخا مولاي واخا سي حسني شكرا لك. انا نشكرك بزاف والدعم معايا بزاف 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 وراك عزيز وغالي، وربما راك وتحيه الاخ جواد من البوزدان وكنحيي بزاف المجموعه ديالو الكبيره اللي دار واحد الموسوعه كبيره الله يرحم فيها بزاف الكوفيين. انما بعض الكوفيين كانت تهيئ الاوضاع كما قلتي كبيره واحد الطريقه قلتي الناس تضيع وقتو في البورتابل وفي ذاك المواقع الاجتماعيه، والصباح تيصبح ربما حتى الفجر ما كيصليش الفجر ديالو، حتى وقت الفجر عاد كينعس. هذا هو المشكل. هنا شنو كنت قلنا دكتور مزيان الناس اللي كيديروا الوقت الفارغ في الليل وما كيصليوش، حتى كيوصل وقت الفجر اللي هو معصوم عليك ديرو ولكن ما كديروش كتنعس. الوقت الكافي كديرو في البورتابل في التصاور في تيك توك في اي حاجه كتترافي ولا في الكلام الخاوي ولكن الكلام غير مشبوه بالتقاليد ديالنا كنعيشوها، ولكن شي حاله ديال الصلاه وصلاه ديال الدين وكما قلتي غادي نتحاسبوا يوم القيامه وغادي ربي غادي يسالنا نكونوا قد وقت قدام حسيانا عريانا. هنا اذا خصو يحضر راسو فهاد النقطه هادي خصنا نستافدو وناخذ واحد العبره من هاد الكلام اللي قلتيه كامل، وحنا نكون انا قدام الله عز وجل نوجد له، يعني ما نضيعش الدنيا ديالي في الهواء. والدنيا هادي راه غير تيكون كلها امتحانات، اذا ربي اتاك بمرض او اتاك بازمات او اتاك بعقبات حسبك انك امتحان، واش قادر تحمل المسؤوليه ديال الكلام اللي قلت الطيب وتموت قبل غدا يوم القيامه ولا لا. هنا يمكننا نعرفوا الحقيقه كامله. وكنشكر السي فؤاد مرسي تنقول الله يوفقك فيما تحب وترضى والله يحقق كل ما كنتمنى. حتى واحد الانسان ربما راك عارف عندي الحاجه ما كيشوفش وعنده اولاد عنده ولد وكيعيش واحد الازمه صعيبه 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 بزاف، وكنطلب من كل واحد ربما كيعرف يتواصل معهم ولو بكلام طيب ماشي بالماده او بشي حاجه اخرى، يتواصل معهم فرحهم بكلام جميل بشي كلام طيب باش يحسوا تما بان عندهم اصدقاء كيتواصل معهم، ماشي كيدير مثلا كيدير فيديوهات وكيحطوهم في القناه وحتى واحد ما كيشوفهم، لا خصهم يدخلوا الرابط الخاص ديالهم ويدخلوا لهم ويشوفوهم شوف معنا تام، راه واحد يقدر يكون يكون واحد يقول من ولاده وتكون من عائلته وتكون من اخته، ويخصوش واحد يلعب تنكون في هذه الضامنين على حفظ القران والذكر والصلاه. ودابا الدكتور الغريب في الامر هو دابا شي كيحفظ شي، هذا دابا نفهم شي كيحفظ وشي كيعرض شي، يعني غادي بواحد الطريقه من غير مسؤوليه من التعليم الخاص منهم، من التعليم المدير منهم، من التعليم الرئيس منهم، من التعليم التربوي منهم، وبعضهم بعض الشيء كيدير شبكه وكيقراو وكيوصلوا. انا كنتمنى اي واحد يدخل القنوات نتاعهم يعطي واحد الابراز في هذه القناه هذه ويشوف ويتوسع، ولا قدر يتصل بهم ماشي بطلع حتى الماده او واحد المساعده غير يفرحهم اذا تعرف عليهم ان شاء الله خير كبير غدا يوم القيامه غادي يشوفوا، ولا هضر معاهم كلام طيب راه خير كبير
وكان في الناس يعني ما يطيقاش الفايدة ديالهم. علاش؟ ماشي خاطرهم كأنهم وصلوا ديك المسألة ديال القانا وحطوا قانا وركبوا فيهم التصور ديالهم كل معاناة نتاعهم وحطوا مشاكل خاصة بالنسبة للتعبير الخاص ديالهم. لكن هذوك اللي كيتعشى ما كيفطرش، كاين اللي كيفطر ما كيتعشاش، كاين اللي كان حوالو دائما كيصبر وقت الدم تيدسو، راه كاين اللي ما كيلقاش شكون يخرجو، راه ما كيلقاش شكون اللي يساعدو في الطريق. يعني أي واحد كيشوف يحط خد القناة هذه يقول أنا واحد ما كنت حالي بحالهم شنو غادي يكون في الحياة ديالي؟ يدخل القناة تقرا وانت يقول أنا شنو غادي ندير في القناة هذه؟ كتشوف الناس كلهم كوفين واحد ما كنت أنا ما كنشوفش. هادو خدا واحد اكسبيرونس بور باري، خداو عادي وخدا واحد تجربة الحياة ديالهم، ولكن واحد خلاص بإعاقة كي غادي يدير يعيش ويندرج مع هاد الحياة ديالهم كيما عاشوا هما غادي صعيبة. هنا يمكن له يحط نقطة صفر، يدير فوق نقطة ديال الاستفهام، يقول أنا خصني هاد الناس نتضامن معاهم، أنا هاد الناس نكون قريب لهم، أنا هاد الناس هادو خصني نكون وسيلة معاهم. إن شاء الله كلهم تكونوا إناثا، تكون أب أو أم أو أخت أو أسرة تحتوي كأفراد من الأسرة ديالهم. علاش؟ ماشي لخاطرهم كيطلعوا للقريب يشكيو، راه ماشي لخاطرهم خاطرش فاضوا، بحال واحد جديدو كيوزن عشيطو إلا فات الحد ديالو غادي يفيض. وقع لهم شي واحد يمسك دابكو، وكاين شي بنات كنترجاهم وتنقول لهم الله يعاونكم. علاش؟ راه وصلوا واحد الحالة دابا حتى يشوفوا على الزواج، كيبغيو يتزوجوا، كيبغيو يديروا في مستقبلهم، كيبغيو يديروا حياتهم، ولكن باش ماذا باش نقول للمشاهدين ديالهم اللي كيشاهدوهم؟ اعطيهم يد المساعده، اعطيهم يد امنه توصل لهم او كلام طيب يوصل لهم، غير يفرحوا يحسوا بانهم راه ماشي بوحدهم، راه هما عايشين ماشي بوحدهم، كانهم راه معاهم الحاج قريبان، معاهم يد راديو، معاهم المشاهدين ديالهم كاملين. باش وصل الله هذوك تلقى حتى حدك بالله العظيم، ملي كيوصل الثلاث ولا الخميس المسالم هما يلعبوا العيد. لا اله الا الله. بحر الشوق باش يتصنتوا للدكتور كريبان باش كيتنفس بحال واحد المتنفس. الله يحفظهم جميعا. بحال واحد كيتنفسوا من الاذاعه هذه بحال المتنفس، او واحد السمعه كتضوي عليهم. بعد سمعه اخرى راه كيعيشوا في الزمان. راه شي كيغوت لشي وشي كيهضر مع شي وشي كيقرا مع شي، كنت كيدوزوا الوقت. ولكن تنقول انا الحكومه او الدوله او شي مسؤول كيسير في اللحظه هذه يعطيهم يد المساعده ويدخل شجره الامان ويدخل شجره الهلال ويعرف هذوك فين شنو فيهم. انا نقول لك انا مثلا انا عشت في المساله هذه، ولكن هما ما يقدروش يعيشوا. علاش؟ كاين اللي ما قاريش، كاين اللي ما فاهمش، كاين اللي هضرت مع التليفون تيفرح نفستي لي قرباتي، انا نفستي لي الطاقه ديالي، انا خويت واحد شويه من القلب ديالي. هذا هو التواصل المكفوفين. علاش كيشوفوا غير الظلام؟ ما بالك اللي كيشوف النور، شاف الشمس، شاف النجوم، شاف السماء، شاف البحر، شاف الطريق، هو ما كيشوف والو كيسمعوا، ولكن كاين اللي وصل السطور عقلو، ما شافش كاين اللي ما شافش حتى الالوان كيدايرين. كاين اللي خلق ما كيشوفش. يعني هنا خاص الناس تعتبرهم كانهم عيب عليهم هما وقدوه لهم هما ومسائل شخصيه لهم هما، وتكون واحد استشاره من المستمعين ومن المشاهدين ومن الكل كيسمع يدعى معاهم ويوصل لهم واحد الفكره كانهم راه احنا معاكم. ان شاء الله يا رب. الجرع يحطوا في المرجح يحسوا بالالام، هما تيقولوا انا ما غاديش نحس به. انا مثلا واكل شرب واحد ما واكل الشرب، انا ناعس مغطي وحده ما ناعسش مغطي، وحده هي تشرب وحده ما كيبغيش تشرب. علاش؟ ما كاين العائله كتلقى عندها ثلاثه ما كيشوفوش، كتلقى عائله عندها زوج ما كيشوفوش، كتلقى عائله عندها ثلاثه معاقين، وما بالك دكتور انا عندي ثلاثه معاقين كان نتكلم معاهم ولا ما تحالفيش. واحد نخليه غادي نوكل واحد نجوعه. راه هنا خص الحكومه والدوله تكون مستفيده لهاد الناس هادو، وتكون حل ابوابها. لا بس انا البارح كنت واحد الوزاره لقيت مخوفين جايين، وربما يكون الوزارة في شارع بدر، شارع بدر أنفاش جامع بدر شارع مقاومة. دخل واحد تما جا واحد مسؤول تيدور فيه، أنت ديما غادي وقفت عندك تلقى بخير حط راسك بلاصتو. دابا أنت حط راسك تهضر مع السيدة، هذا كيشي كيتكتب رزق وما عندوش، دابا أنت شنو كتلقى يوصلو؟ هو دابا غادي يخرج من باب الإدارة شنو غادي يوصلو؟ أنت كتشوف أنا عندي اللي يوصلني، عندي كيتاخر باش نمشي، ولكن هو كاين اللي يوصلو. الله ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذاك الدري نيدو وطلعوا في السانسور كاتاني طاج ودخلوا عند السيد وحلوا المشكل ديالو وازواد كيوسك. الحمد لله اهل الخير، كاين مجال الخير كثير وكثير بزاف. علاش كان اللي طلب انا حط راسك بلاصتو؟ نعم خويا. انا ما كنشوفش، ولكن انا ما طالبش، ولكن هذا انا شي حاجه في على ورق على ورق اخرى وطالب اخر، ولكن نسمع الطريقه اللي هضرتي معاه ما عجبتنيش، حتى بحال انا الطريقه اللي تعاملت معاها بيا انا. وكوك واش بديتو وتوحد السيده هضر معاها في التليفون طلعوا في السانسور وصلوا حتى البيرو فين بغا وعطاو الوقت الكافي واتاوه بكيوسك. الحمد لله. هذا هو السبب، يعني هذا السبب ديالو. ولكن تنقول اخوانيين اللي قاري او عنده شي نيفو او عنده شي حاجه
انا ماشي نقول فين كلهم قاريين، ماشي نقول فين كلهم عندهم واحد اكسبيريونس بور ليكول، ما عندهمش. هنا تنقول لهم ربما تحركوا، اللي عنده شي حاجه كي طالب يدافعوا يجري عليه، كون على يقين. راه واحد مثلا انسان تطلب امه مو يعطيني هذه يعطيني هذه، عطاك عارف كيف تغضبها ديما طلب الله عز وجل كيما كطلب امك. اليوم لا غدا لا بعدو لا من جديد، واحد من الله يقول لك هذا هذه ولاده ديما كيطلب كيطلب. انا نفرح واش شنو غادي يدير، بدنا كيفرح هذاك ممكن تشوف كيفرح. سبحان الله، كاين في الاعاقه ديالو، كاين في الحياه ديالو، كاين حتى الجول عايش فيه كينسى قوه ديك الفرح اللي فاش قال انا درت واحد الحاجه في المستقبل ديالي. هنا الكوفين تنقول لهم تحركوا، اللي عنده نيفو ما تنقولش لك ولا ما كلمش على كل شيء، اللي عنده نيفو وعنده دراسه وعنده شي تكوين وكان كيشوف وتعاق يكمل المشوار الفني ديالو، يكمل المشوار ديالو. اما هذوك اللي ما كيقراوش او مسكن على العمل او على القرايه او على الدراسه، لكم الله ولكن المحسنين ديالكم ما غاديش ننساوكم. وبفضل انت دكتور راك وصلتي واحد الموسوعه كبيره 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 بزاف كبيره بزاف. هنا تنقول الاخوان شفتوا خويا جاوب بعزاف، تقول انا كنشكرك وكندير لكم الشكر كبير. علاش؟ حتى هو ما تحدثوش، ماشي جاوب بعزاف كنقول المدير ديال القناه، راه مدير باسم على مسمى، ولكن تطرح فكره فتح قناه ودخل معاه المكفوفين. وكاين شي بعض القنوات راه ما صالحينش غير اسم. انا كندخل شي قنوات ما كنسميهم بالنطق ديالي ما كنلقاش التصويره، ما كنلقى قناه بدون تصويره، ما عندوش فيك هذا كنسماه يعني ملغي. اما قناه جواد راه فيها التصويره ديالو وفيها المعلومات الخاصه ديالو، فيها الرابط الخاص ديالو، وكاين هاد القناه ما عندهمش. هادوك غير كيضيقوا على القنوات اليوتيوب وكيبرطوا الناس وكيمشي كيشوف داك الحوايج الضحيه. واخا السي حسني كنشكرك على هاد الاضاءات، غير الوقت ضاق بينا. كنشكرك على التدخل وفي الدقائق اللي بقات لنا من عمر البرنامج. غنقول اول حاجه غنبداو بها هو الاخت حنان من وزان، كنشكرك انك ترتي حنان من وزان. هاد الشابه هي يتيمه وفي سن الزواج، ما تزوجاتش وعايشه وحيده وعندها مشكل الماء كثير. فاحنا بغينا نطمنوا باش نحاولوا الفكره اللي قلتي، هي كتبغى تجي تسقي من بعيد ما عندهاش الحل. واش في حفر بئر صعيب؟ سيتيرنا سيتيرنا. غنقول للاخت حنان من وزان الى قدرتي بنتي انك ديري واحد الفيديو وتبعتيه للسي جواد في القناه هلال ديال المكفوفين، وحنا ان شاء الله غنقولوا لاهل الخير واهل الفضل يدخلوا لهذه القناه ويقلبوا على حنان من وزان ولقوا الرقم التليفون ديالها ويقدموا لها المساعده باش تقدر توجد ان شاء الله شي سيتيرنا. ويقدر يكون شي احد من اهل الخير اللي هو اختصاصه هذا المجال راه يجيب لك سيتيرنا مباشره ديال الماء وتكون قريبه منك وتملئها مره في الشهر او مره في 15 يوم وتستافدي منها. لان حنان حكات لنا فعلا كتنقل الى مكان بعيد باش تجيب واحد البوديزه ديال الماء وهي مكفوفه وما كتلقاش المساعده. فكنقول لك بنتي حنان باديري ديري الفيديو ديالك وضعي عند اخينا جواد، راه كيسمع فينا الان استاذ جواد كنحييه، رجل خدوم ورجل صدوق، ونديروا الهاتف الرقم ديالك وراه غيتواصل معك ان شاء الله اهل الخير. كنقول اهل الخير باش يساهموا معها، واللي عنده قدره باش يشري سيتيرنا مباشره ونوضعوها لها ونعمروا لها بالماء وغنكونوا حلينا هذا المشكل. سي حسني، السؤال اللي طرحتيه قبيله ذاك اشكال كبير ديال بعض الناس اللي كيهضروا في الدين وكيقولوا اشياء خاطئه. قبل ما نهضر في الدين خصني اولا ننفق واحد الايام وسنوات تاع العلم، تاع العلم. كاين التبليغ بوحده، بلغوا عني ولو ايه، يعني التبليغ ممكن تقول ايه قرانيه الحمد لله رب العالمين الفاتحه فسبعة الايات، ولكن ملي غتكلم في الدين تبين الحلال والحرام والتوجيه خصك لابد تجلس في مجالس العلم، ريح مع العلماء وتقرا عليهم العلوم. العلوم معروفه، علوم القران، تلقاو القران والسنه غير كافي، القرآن والسنة هما كيتسموا المصادر، نقراو بعد ما هم علوم القرآن وعلوم التفسير ومناهج التفسير، علوم كثيرة مرتبطة بالقرآن. ثم نقراو السنة، نقراو علوم الحديث وعلوم التخريج وعلوم كثيرة ديال الجرح والتعديل وديال الاستخراج الأحاديث من المصنفات، كثيرة العلم. وفقه الحديث وهو علم بحر لا ساحل له. ثم كنقراو أصول الفقه وكنقراو الفقه على المذاهب الأربعة، الذي لم يقرأه لم يشم أنفه رائحة الفقه. الفقه على المذاهب الأربعة، تقرأ المالكي اللي هو أساسي، ولكن تقارنه الفقه المقارن بين الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي بل وغيره من المذاهب حتى الجعفري والإثنى عشري وغيرهم، تتوسع. ثم تقرأ الفكر الإسلامي
قتقرا قضايا الفكر القديمه للمدارس اللي كانت ايام زمان المعتزله والاشاعره والماتورديه وغيرهم، والمدارس الحديثه التغريب والتنصير والحداثه وما بعد الحداثه والاستشراق وغيرها من المواد، ثم تتابع عن كتب الوقائع التي تمر في الحياه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تكون حاضر بقوه وتمتلك اللغه من نحو وصرف وبلاغه وفنون الكلام وغيرها، غيرها التاريخ وجغرافيه العالم الاسلامي والتاريخ القديم والوسيط والمعاصر، وتقرا شويه كذلك على علم النفس لان الخطاب كيتوجه للنفس البشريه، ما يسمى بعلم النفس الاسلامي، ثم علم الاجتماع لان الخطاب كيتوجه للمجتمعات المتغيرات، تقرا على الاقل كتاب العمران لابن خلدون والدوره الحلزونيه في المجتمع وغيرها من الاشياء، ثم الانفتاح عن الاداب العالميه والاداب المحليه باش يكون عندك قدره انك اذا تكلمتي في القران العظيم والسنه النبويه واردت التنزيل كتفقه ما يسمى بفقه التنزيل وفقه الاولويات وفقه الموازنات وفقه المآل. دائما فقه المآل هذا علم كبير، فقه المآل تقول واحد النص قراني ولا حديثي تستشرف المآل ديالو. هذا موضوع كبير ان شاء الله نتكلموا فيه في حلقات مقبله. وجوابا على السؤال ديال العمره، اللي بغى يمشي للعمره، العمره هي كتكون ماشي بحال الحج، الحج اشهر معلومات، الحج كيكون فقط في ايام الحج شهر ذي الحجه وما حوله، ولكن العمره كتكون على مدار السنه، واعظم عمره هي عمره رمضان، عمره في رمضان تعدل حجه معي اي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمره المولد هذه اللحظه ديال المولد النبوي ربيع الاول، العمره كتكون عامره وكتكون غاليه. واما على مدار السنه كتكون العمره دائما موجوده. اللي غيبغي يدير العمره اذا كان غادي مباشره حسب الرحله، كاين الرحله كتمشي مباشره الى المدينه المنوره، وكاين العمره اللي كتمشي مباشره الى مكه. الا كنتي غادي مباشره الى المدينه المنوره كتمشي غير محرم لابس حوايجك عادي، حيت المدينه فيها غير الزياره، كتمشي للمدينه المنوره وكتطمئن على الامتعه في الفندق، ومن بعد كتمشي الى المسجد النبوي وتصلي ركعتين في القبه الخضراء في الروضه الشريفه، وتسلم على حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور البقاع هناك، مقبره البقيع، مسجد احد، مقبره احد، مسجد ذي القبلتين، مسجد قباء، واحات التمور. يعني هذه الرحله ثلاث ايام اربع ايام كتكفيك، كتأدي واحد الزياره طيبه في المدينه. ثم لما تنتقل الى مكه هنا غتحرم، كتنتقل وتحرم في ابيار علي. ديك الساعه الناس كلهم كيحيدوا الملابس ديالهم العاديه وكيلبسوا الاحرام من ابيار علي حدود المدينه المنوره، وكتم غادي في الحافله اللي ما يزيد عن 500 كيلومتر غادي حتى توصل لمكه المكرمه بالاحرام، وانت تلبي لبيك اللهم لبيك، وانا ذاك غتوصل لمكه المكرمه، وديك الساعه غتأدي العمره. غدا في اربع ساعات ثلاث ساعات شنو هي العمره وانت لابس الاحرام، غتدخل للكعبه المشرفه وغدير طواف القدوم سبعه اشواط حول الكعبه المشرفه، ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، ثم تشرب من ماء زمزم، ثم تمشي للصفا والمروه وغدير السعي سبعه الاشواط ذهابا وايابا، اربعه الوقفات عند الصفا، ثلاث وقفات عند المروه، ثم تحلق راسك شعرك، ثم بدلك تحيد الاحرام. هذه العمليه كلها تاخذ منك ثلاث ساعات تقريبا الى اربع ساعات حسب الازدحام والسرعه. العمره سالت، ما تبقى هو فقط صلوات في المسجد الحرام وزيارات للاماكن المقدسه. وممكن اللي بغى يعاود عمره ثانيه اللي يتصدق بها على الاموات من العائله وحتى الاحياء العاجزين، ممكن لذلك انه يخرج من مكه المكرمه الى مسجد امنا عائشه، وهنالك يجدد الاحرام مره ثانيه ويصلي ركعتين ويقول لبيك اللهم عمره على فلان اللي هو متوفى، ومن ثم كيعاود رجع لمكه المكرمه ويقوم بنفس العمل. هكذا هي العمره باختصار. كنشكرك السي حسني على المداخله ديالك وعلى الاهتمام ديالك بهاد الناس المكفوفين، راهم خوتنا وحبابنا، وحنا ان شاء الله غنبقاو نحرص على ان نتعاون على البر والتقوى، ومره مره كنوصلوا رساله الى الجهات الحكوميه باش ان شاء الله تعالى يعرفوا الوضع ديال الناس والمطالب ديال الناس، وكل مره نتقدموا خطوه الى الامام، وحتى التغيير يكون ناعم ويكون تدريجي، وغايتنا اننا نصل الى بر الامان ان شاء الله تعالى. واذا عجزنا عن شيء رفعنا اكف الضراعه الى الباري، هو صاحب الامر وهو يدبر الامر.
فاللهم يا رب العالمين احفظ هذا الوطن العزيز، اللهم يا رب احفظ أوطاننا، اللهم أمن أوطاننا، اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا، واحفظنا بما حفظت به القرآن العظيم. وجميعا أيها الأحباب نطلب الله تعالى أمطار الخير، احنا محتاجين لها. ونقول جميعا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.